في الفيديو ده هنتعلم يعني ايه باص باي فاليو، يعني ايه ندز القيمة بس مش باص باي ريفرنس، هنشوفها بعدين. عندنا ميثود اسمه increment، ده عنوان درسنا. في main كالعادة، وعرفت variable اسمه اكس، حطيت فيه واحد وطبعته فهيطبع واحد عادي. وبعدين نديت على ميثود اسمها increment، الميثود دي ما بترجعش حاجة void، وبتستقبل الاكس فجالها واحد. ايه اللي حصل في الان؟ صارت اتنين. فلما طبعت الان طبعت اتنين، يا ترى الان دي اثرت على الاكس سواء كان دي اسمها اكس نفس دي او دي اسمها ان نفس دي، مش هيفرق معانا في الموضوع حاجة. هل التغيير هنا اثر على المين؟ لا ما اثرش، بدليل لو جيت طبعت الاكس مرة تاني هيطبع القيمة اللي في المين اللي هي كام؟ اللي هي واحد. القيمة اللي حصلت او اتغيرت جوه الميثود اللي اسمها increment بس للانكريمنت، اول ما اطلع من الانكريمنت خلاص ماليش علاقة بالقيمة دي خالص، ارد للمخزن. هنا في مخزن اسمه اكس، وهنا في مخزن اسمه ان. هنا الاكس فيه واحد ويضل واحد، هنا جه واحد اتغير صار اتنين بس ما اثرش على ده، مهما ده يتغير ملوش علاقه بده خالص. وانا شغال هنا حتى لو ده اسمه اكس وبطبع الاكس هنا هيطبع القيم اللي هنا، لو رديت للمين خلصنا الانكريمنت رديت هيطبع القيم اللي موجوده في المين، وده اسمه باص باي فاليو، يعني القيمه اللي تتبدل في الميثود ما تاثرش على القيم اللي موجوده في الكولينج فانكشن سواء كانت اسمها بقى مين او غير المين.